للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى السيد زاهر بيراوي. سيد زاهر، بداية مرحبا بك. 10 ضحايا أمس و21 ضحية الجمعة الماضي، كيف تقيم أداء فعاليات مسيرة العودة مع هذه الأرقام من الضحايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نترحم على شهداء مسيرة العودة الكبرى وندعو بالشفاء العاجل للجرحى الذين بلغ عددهم أيضا حوالي 3000، ولكن ذلك لا يعني بأي حال أن الشعب الفلسطيني غير مستعد لبذل الغالي والنفيس واستمرار حالة النضال من أجل تحقيق حقوقه الوطنية وعلى رأسها حق العودة الذي تطالب به مسيرات العودة الكبرى السلمية والقانونية. هذا الشعب العظيم قرر قراره وأكد للعالم أنه لا يمكن أن يقبل بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. يبدو أن العالم ظن أن الشعب الفلسطيني وصل إلى حالة من الإرهاق أو التعب، وأن معادلات القوة في العالم تمكنهم من سلب القدس وإزالتها عن ملف مفاوضات العبث، وكذلك محاولاتهم لتصفية حق العودة. فكان لهم الشعب الفلسطيني بكل قوى المجتمعية بالمرصاد، وأثبت الشعب الفلسطيني من خلال هذين الأسبوعين وسيثبت أكثر في الأيام القادمة أنه صخرة تتكسر عليها كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية. هذه الشهداء ستعبد الطريق باتجاه القرى والمدن التي تم تهجيرنا منها قصرا عام 1948. لا نقول ذلك بأنه بالطريقة التي يمكن للعالم المنافق أن يقف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بطريقة سلمية شعبية تجعل من العالم في موقف حرج وتضطر دول العالم للبحث في ملف عودة اللاجئين ووضعه ضمن مناقشاتها وضمن جدول أعمالها على الطاولة، لأن الحراك السلمي الشعبي يستند إلى القانون الدولي ويستند إلى قرار الأمم المتحدة 164 لعام 1948، والبند 11 منه يؤكد حق الفلسطينيين بالعودة بغض النظر كيف عن كيفية هذه العودة. وقد اتخذ الشعب الفلسطيني قراره هل من خطوات شكل هذه العودة عبر الموجات الجماهيرية السلمية. هل من خطوات عملية لوقف وقوع الضحايا، لا سيما وأن الفعاليات مستمرة يعني حتى يوم العودة؟ نعم، بالتأكيد هناك إجراءات وقائية ولجان أمن ونظام شعبي تحاول ضبط الأمور بحيث تقلل من الخسائر، ولكن الاحتلال الإسرائيلي رغم كل هذه الإجراءات إلا أنه معني بالتصعيد أكثر وبعسكرة هذا الحراك عبر المتظاهرين السلبيين إلى إمكانية العنف. ولكن هناك حظر شديد في الداخل الفلسطيني أن لا نقع في مثل هذا المحظور، ولكن دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضا تريد التصعيد حتى يمكن أن يصل هذا التصعيد إلى محاولات الهجوم على قطاع غزة لإفشال الحراك السلمي الشعبي، لأنها تستطيع أن تنتصر ولو شكليا في الحروب بسبب إمكانياتها العسكرية المتفوقة على المقاومة، أو أن تخلق واقعا جديدا تحرم الجماهير الفلسطينية من المشاركة في هذا الحراك عبر خطوة استباقية بالهجوم على قطاع غزة. هذا الأمر لا أحد يستطيع ضمانه، ولكن الذي نستطيع أن نضمنه كمسيرة عودة كبرى هو أن هناك التزام بوثيقة المبادئ المتفق عليها بالحراك السلمي من الجميع، والجميع هنا أقصد الفصائل الفلسطينية بكل الطيف الفلسطيني وكذلك منظمات المجتمع المدني والكثير من الجهات التضامنية في العالم التي تدعم هذا الحراك. هذا الالتزام يعني أن هناك في جمعي لجان نظام وتنسق حركة الجماهير ما أمكن بحيث تحول دون وقوع الخسائر، والحمد لله مقارنة مع الجمعة السابقة كانت الجمعة الحالية أقل، ونأمل أن تكون الجمعة القادمة صفر خسائر بإذن الله. على الرغم من هذه الانتهاكات الصهيونية ضد المتظاهرين السلميين، إلا أن الولايات المتحدة أحبطت للمرة الثانية إدانة الكيان الصهيوني دوليا. كيف تصف موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من القضية الفلسطينية؟ ليس موقفا جديدا، الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية هو ذات الموقف منذ تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي. فدولة الولايات المتحدة هي راعية هذا الكيان المتمرد على القانون الدولي والمتمرد على كل القيم. هذه الدولة أمريكا لا تنظر بمنظار المصالح السياسية أو المصالح الشعبية للشعب الأمريكي، إنما تنظر بعين اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتحكم في كثير من الأحيان
بقرار الإدارة الأمريكية وحتى بكثير من وسائل إعلامها. هذا الأمر لا يستغربه الشعب الفلسطيني، ولا أظن أن المستمع العربي والمشاهد العربي يستغرب أن تقف أمريكا هذا الموقف من القضية الفلسطينية. ومع ذلك إن مجرد انحراف مجلس الأمن والحديث عن مسيرة العودة الكبرى هو يعتبر إنجاز سياسي وعبارة عن تحريك للمياه الراكدة، حيث كانت أمريكا قبل مسيرة العودة كانت مطمئنة أنها ستنفذ ربما خطة ترامب. الآن هناك خوف إسرائيلي وأمريكي من أن هذا الحراك سيؤدي إلى رفع سقف المطالبات الفلسطينية، إذا استثمر بشكل جيد من قبل القيادة الفلسطينية سيرفع سقف مطالبات السياسية من تحسين ظروف المفاوضات إلى الحديث عن ملف أساسي يهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وهذا هو الذي يخيف دولة الاحتلال التي مضى عليها 70 سنة وهي في حالة ما زالت حتى هذه اللحظة من الخوف من عودة هؤلاء اللاجئين. بالنسبة إلى أداء السلطة الفلسطينية، إلى أي مدى ترى أن أداء السلطة الفلسطينية متوافق مع قوة الحدث من الناحية السياسية؟ للأسف الشديد السلطة الفلسطينية رغم أنها ضغطت في الأسبوع الأول باتجاه المطالبة بالحماية للشعب الفلسطيني وباتجاه منع إسرائيل من عمل مجازر ضد المدنيين، إلا أنها بالإجمال يعتبر حراكها حراكا خجولا، حراكا مترددا، حراكا ربما ما زال في عقل السياسي الفلسطيني في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الخوف من الفصائلية في وراء هذا الحراك. ونحن في اللجنة التنسيقية الدولية نود عبر محطتكم أن نرسل رسالة وقد أرسلناها مرارا للسلطة الفلسطينية وحركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية أن هذا الحراك الوطني الشعبي يجب استثماره من قبل الجميع والبناء عليه من أجل تحقيق أهداف المجتمع الفلسطيني بالحرية وإقامة الدولة والعودة. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ زاهر براوي، رئيس لجنة تنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى.